اليوم عندنا 12 مفروز امني مضرب عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبه تونس. المفروزين هذوما عندهم مطلب وحيد هو تفعيل اتفاق 18 جانفي القاضي بانتداب كافه المفروزين امنيا. اليوم في حركه تضامنيه مع الاضراب ولتعريف قضيتهم خرجنا في مسيره من مقر الاتحاد العام لطلبه تونس الى شارع الحبيب بورقيبه. شارع الحبيب بورقيبه كان المفروض ان المسيره توصل امام وزاره الداخليه للتعبير سلميا على مسانده المضربين وعلى للمطالبة وزارة الداخلية والحكومة بصفة عامة للتسريع بحل الملف، لكن ما رأنا إلا أنه على مستوى منتصف شارع الحبيب بورقيبة نتعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف قوات الأمن دون أي موجب قانوني. لن تقف حركتنا ولن يتم رفع أضراب الجوع ولن تقف هذه المسيرات اليومية في شارع الحبيب بورقيبة إلى حين تطبيق الاتفاق وتشغيل كافة المفروزين أمنياً.